تحب احبسكم كمان تحبسنا؟ محكمة! حكمت المحكمة برفض الدعوة وإلزام المدعين بالمصاريف وأتعاب المحاماة. طب الأهلي حديد والزمالك صفيح وحل فوق أربعة. كده سوزي حبيبتي وحشاني موت، هكون عندك الساعة 7 علشان نتكلم في مستقبلنا، وبعدها هوصلك الشغل عشان تقدمي نمرتك لآخر مرة. هشرح لك بعدين لأنك هتسيب الشغل، وبعدها هنسافر أوروبا سوا. حضري نفسك. باي باي. باي باي يا حلوة. انا داخل انام، عاوز البيت كله هص. طب مش عاوز حد يتنفس، اللي هيتنفس هتبحه. انا فاهم. هتبحه. طيب عاوز اصحى الساعة 6 والشاي يكون جاهز، عندي ميعاد مهم قوي الساعة 7 مفهوم؟ اسمع انت، اسمع. انا اقدر دلوقتي اطردكم طردة الكلاب، لكن هاجل الحكاية دي لاخر السنة. اللي هيسقط منكو هتردوا على الشارع، وان شاء الله هتسقطوا انتوا الاثنين. ربنا يخليك لينا يا رب. انا ما اسيبش شغلي واسافر معاه ابدا. ما يمكن هيتجوزك في اوروبا. طب ما يتجوزني هنا وقبل ما اسيب شغلي كمان. انا بقول يعني بقول كده. نعم يا ست سكينه. يمكن وانتم مسافرين على المركب يعملها لك مفاجاه ويخلي القبطان يعقد عليكم. لانك هتسيب الشغل وبعدها هنسافر اوروبا سوا. حضري نفسك. باي باي. باي باي يا حلوه. اسمع، المعركه دلوقتي بقت على المكشوف. طلباتك. انت تتصل بسوزي حالا وتقنعها انك لسه بتحبها، وان احمد سعد راجل متجوز وعنده اولاد. هيسخطوك يا قرد، هيعملوك ايه؟ ما هتروضنا هتروضنا. يلا. الو، مين؟ مين؟ انت عاوز ايه؟ انا بس عايز اشرح لك. اسمعيني بس، اديني فرصه اكلمك. يا كابتن يا عظيم، يلي وشك ما فيهوش نقطه دم، انا بحبه وهتجوزه النهارده الساعه 7. النهارده كاتب كتابي، تحب تشرف؟ انا عزمك. هيجوزها النهارده الساعه 7. مش هيحصل. بتفكر في حاجه؟ هوصل اجي خانه وارجع حالا. ايه هتسمه؟ ابوك هيشرب الشاي هينام تاني، مش هيصحى لبكره الصبح. ايه؟ عريس وصل؟ لسه. انا مش قلت لك ما تقولش لحد. اعمل ايه في رؤوف اللي ما يبانش فوق فولك؟ سوزي ها؟ وصل؟ ابدا يا اختي، والساعه بقت 7:30. هلسه. اهلا، مبروك يا حبيبتي. ما عرفناش مين العريس. دلوقتي هتعرف. هو مفاجأة ولا ايه؟ حاجة زي كده. عن اذنكم. من مين ده راجل؟ كابتن زيكو. ايه؟ لقد رويت الزهور بدموعي الساخنة، إن قلبي لا ينفطر. كيمو، أبوك اتأخر عن ميعاده. أنت عارف الميعاد ده إيه؟ لا. سوزي مستنياه ومحضرة المأذون. كدب. كدب كدب، أنت حرة. ألو؟ أيوة، هنا منزل مهندس أحمد سعد. أنا مين؟ أنا ابنه. ابنه؟ أيوة ابنه، ابن الوسطاني. أه والله، ما هو بابا خلف من ماما 9، 4 الأول وبعدين أنا، وبعدين 4 تانيين، يعني أنا الوسطاني. ماما موجودة، تحب تكلميها؟ لا، أنا كنت عايزة أكلم بابا. ممكن؟ ممكن أوي. لحظة واحدة، يا فوتنا، يا فوتنا. نعم يا أبي. روح اندهي لبابا أوام. خلي الصفصف يندهله عشان انا بخيط البلوزه بتاعتي. روح يا صفصف انده لبابا.
انا ماليش شهوه ما اقدرش انده له عشان بابا في الحمام. الو بابا في الحمام، ادخل له التليفون؟ حاضر. روح يا سمير دخل التليفون لبابا في الحمام. انا ما اقدرش ادخل له التليفون، انا عندي مذاكره بصراحه. انا ادخل له التليفون لفاش كري لفاش كري. جبنه حلوه زي الجبنه لفاش كري. ايه الاخبار؟ اخبار زي الزفت. ازاي؟ البيه متجوز ومخلف 9. يا مصدي الو مين؟ انا سودي حمام العافيه يا عازب يا وحداني، وانا اللي كنت عامله لك مفاجاه ومحضره لك المأذون. ما تتكلم، ما تنطق. غريبه، انا عمري ما وعدتك بالجواز، وافتكر ان العلاقه اللي كانت بينا واضحه قوي. انا مش بتاع جواز، وعلى العموم انا اديتك ما فيه الكفايه تمن الايام اللي قضيتها معاكي. ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ مدل جبان. الله، قالك ايه؟ مش تفهميني؟ يا فضحتي بس الناس، يا فضحتي. ليه الله؟ وده ايه اللي جابه ده؟ ليه الماتش هايل يا كابتن. الجون اللي جابه المشروع اللي فات كان رائع، هايل. ما قالولناش. هو ده العريس؟ مش معقول. خلوا خافين عليه. الناس بره فاهمين ان انا العريس، لكن مش فاهمين ان انا الضحيه، وان في سكينه في قلبي، وقلبي بخور بدم، بخور من وشي. مش طايق اشوف راجل قدامي يا كذاب يا بتاع كمانيا. عريسك هددني، بعت لي 3 شمحطجيه عشان يذبحوني. قلت لك ان انا عندي عضله ورحت ارقص مع كمانيا عشان انساك، لكن ما قدرتش. حاولت افهمك الحقيقه، ما لقيتش الفرصه. ودلوقتي انا جاي علشان اشوفك لاخر مره، واقول لك ربنا يسعدك مع ام احمد ساعه. ده راجل عينه زايغه، عاوز يا اخويا يحب من غير جواز. اخس اخس على الرجاله. هي دي رجاله؟ هي دي رجاله؟ ما هم هو سمعتك والناس والفضيحه. سوزي ولا يهمك، انا العريس. ليه شرط؟ ان شاء الله 100 شرط. دي اللحظة اللي أنا كنت مستنيها من زمان. ألف مبروك. طيب طيب زيكو اتجوز يا ماما. اتجوز كاميليا؟ سوزي يا فتي، عشان يسد الطريق على بابا. الشرع بيقول ان الاب ما قدرش يتجوز طليقه ابنه. اطمني، زيكو هيطلقها بكره. وانت فاكر ان ابوك هيسكت على كده؟ بكره يحب واحده تانية وثالثه ورابعه. ما تخافيش، كل ما يحب واحده زيكو يجري ويتجوزها له. يا حبيبي يا ابني، هيلاحق على مين ولا مين؟ ما تخافيش، من هلعب له احتياطي. Thank you.
منجي من المهالك. اكس عليك يا زيكو، انت بتشرب لوحدك؟ اصل كنت مستنيك لما تغيري وتقلعي، يعني تقلعي وبعدين تغيري هدومك. يا حبيبي استر يا اللي بتستر، ده احنا غلابه وصحتنا ضعيفه. انا اتاكدت انك بتحبني، واحد غيرك كان خدته الكرامه وانتقم مني. ما كنت عايز انقذك من الفضيحه. جميل مش هنساه ابدا ابدا. الازازه دي ما بتنزلش.